بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء في أولى حلقات هذا البرنامج الذي سيكون إن شاء الله متتابعا في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لعلنا في مفتتح أسئلة هذه الحلقات أن نبدأ بشكل عام بفضل القرآن الكريم. يقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى وكلام الرب المولى. هل حدثتمونا حفظكم الله عن فضل هذا الكتاب العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، فإن القرآن العظيم هو الكتاب الخالد الباقي المهيمن على ما قبله من الكتب، من الكتب الإلهية، فهو أعظم كتاب من كتب الله عز وجل، لأنه كتاب للعالم كله، وللثقلين الجن والإنس، بشيرا ونذيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب، وإنه كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخبر الله سبحانه وتعالى عن مكانته في الملأ الأعلى، فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم. وهو كتاب الله، تكلم الله تعالى به وتلقاه عنه جبريل وحيا وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، تلقته الأمة جيلا بعد جيل، تكفل الله تعالى بحفظه. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما سمعه منصف إلا وشهد له بأنه حق، وأنه ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. حتى الجن لما سمعوه قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فهو كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر معجزات هذا الرسول عليه الصلاة والسلام.
تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله ألم يستطيعوا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وكيف يستطيعون وهو كلام الله جل وعلا وليس هو من كلام البشر؟ فهو كتاب عظيم، تلاوته عبادة وتدبره عبادة والعمل به عبادة، فهو خير كله، وتلاوته فيها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبره الإنسان وجد فيه الحق، وجد فيه الرشاد والهدى، كل بحسب فهمه وبحسب استطاعته، فكل يستفيد من القرآن إذا سمعه أو قرأه بتدبر وتأمل، فإنه يستفيد على قدر ما آتاه الله من الفهم، لأنه كتاب مبارك، وكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته من لدن حكيم خبير. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا على هذا، هل نقول أن مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر هل يؤجر صاحبها؟ هل هناك فرق فيما لو كان الإنسان قادر على تعلم وفهم القرآن الكريم أو غير قادر في هذه المسألة؟ لا تكفي التلاوة بدون تدبر، ولا يكفي التلاوة والتدبر بدون عمل، هي أمور مرتبط بعضها ببعض. التلاوة وسيلة للتدبر، والتدبر وسيلة للعمل، والعمل هو الغاية. فلا تكفي التلاوة بدون تدبر وبدون تأثر وخشوع، لأن هذه تلاوة على اللسان فقط. المنافقون يقرؤون القرآن وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يتدبرونه ولا يعملون به. وجاء في الحديث أن قوما يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة السهم لا يتجاوز حناجرهم أو تراقيهم، هذا في معرض الذم لهم أنهم لا يعملون به، وإنما ينصب اهتمامهم على التلاوة وتحسين الصوت بدون أن يتدبروا معاني القرآن وما يدل عليه القرآن، ودون أن يعملوا بما في القرآن. فهذه التلاوة التي هي بدون تدبر وبدون فهم وبدون عمل إنما هي حجة على ابن آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. لك فضيلة الشيخ، بالنسبة للأعاجم الذين لا يستطيعون إلا قراءته، ربما عدم معرفة المعنى أثناء القراءة، بالنسبة للأجر، أجرهم على هذه التلاوة؟ يجب على الأعاجم أنهم يسألون عن معاني، أن يتعلموا العربية. نعم. يجب عليهم وجوبا حتميا أن يتعلموا العربية،
لأنهم لا يفهمون القرآن ولا يفهمون الأحكام الشرعية إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يجوز لهم أن يبقوا على عجمتهم، لأنهم مخاطبون بهذا القرآن ومخاطبون بفهمه والعمل به، فلا بد أن يتعلموا العربية التي نزل بها وأن يتدبروا هذا القرآن. نعم. على هذا فضيلة الشيخ، أيضا هل تعلم التفسير والبحث عن معاني الآيات يدخل في فضل تعلم القرآن الكريم كما هو الفضل الوارد في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ نعم، تعلم القرآن يشمل تعلم قراءته، نعم، ويشمل تعلم أحكامه ومعانيه، ويشمل العمل به. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. قال قائلهم: فتعلمنا العلم والعمل معا. نعم. مصادر فضيلة الشيخ، مصادر التفسير، أبرز كتب التفسير التي توجهون إليها، بما تنصحون المبتدأ خاصة في قراءة التفسير؟ أولا، مصادر التفسير المعتبرة التي لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بها هي 4. أولا، تفسير القرآن بالقرآن، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في آية يكون مفصلا في الآية الأخرى، وما أطلق في آية يكون مقيدا في الآية الأخرى، وهكذا. والمصدر الثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، قد بينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان. المصدر الثالث أقوال الصحابة في تفسير القرآن، تفسير الصحابة، لأنهم تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا معاني القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه لهم. والمصدر الرابع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، كما قال تعالى: بلسان عربي مبين. ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي أو تفسير القرآن بالنظريات الحديثة، ويسمون هذا من الإعجاز العلمي. لا يجوز أن يقال معنى الآية هو النظرية الفلانية أو العلم الفلاني، لأن هذا قول على الله بلا علم. أما التفاسير الموثوقة التي يرجع إليها فهي التفاسير التي تتمشى على هذه المصادر، على هذه المصادر 4: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، وأعظمها وأهمها تفسير الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير البغوي، ثم كل التفاسير التي تسير على هذا المنهج هي التي يجب الرجوع إليها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم، ولعلنا نكمل هذه المحاور في الحلقة المقبلة بحول الله وقوته، ونصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة. تقدم فيها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضلته، وإلى أن نلقاكم مستمعينا الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.